الصورة اللي معانا النهاردة صورة صعبة جدا على عشاق الساحرة المستديرة عامة والبرازيليين خاصة، لأنها صورة اللحظة الأخيرة والوداع الأخير لأعظم واحد لمس كرة القدم في العالم، الأسطورة البرازيلية بيلي، اللي حضر جنازته الآلاف من الجماهير زي ما احنا شايفين في استاد نادي سانتوس البرازيلي علشان يودعوه بمراسم سموها النظرة الأخيرة، واللي استمرت لمدة 24 ساعة. بعد ما خلصوا المراسم خلوا موكب جنازته تمر في كل شوارع مدينة سانتوس ومنزل والدته علشان تعيش البرازيل أيام من الحزن والأسى على لعيب مش هيتكرر تاني في كرة القدم. طبيعي، أكيد مش هيتكرر تاني. فعلا بيليه هو اللي غير مفهوم كرة القدم في العالم، هو اللي عمل لها جمهور، هو اللاعب الوحيد اللي معاه 3 ألقاب كاس عالم. بالنسبة للبرازيليين هم مسمينه ملك كرة القدم وبيتلقب بلاعب القرن من الفيفا، وهو الأسطورة الأرجنتينية، هو والأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا. ده غير دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد تسجيله 1279 هدف في 1363 مباراة على مستوى كل المسابقات سواء مع الأندية أو المنتخبات الوطنية. بيليه أسطورة بكل المقاييس، كلنا زعلانين على رحيله، وحقيقة كرة القدم مش ممكن إن هي تعوض لاعب زي ده. والحقيقة إن هم هينفذوا له وصيته ومش هيدفنوه في الأرض، هيدفنوه في مقبرة بتوصفها موسوعة جينيس بأنها الأعلى في العالم، وهي عبارة عن تحفة معمارية بتتكون من 14 دور وفيها جناين وشلالات ومتحف عربيات، وهيكون هو محطوط في تابوت مطلي بالذهب في الدور التاسع وبشكل طولي مش بشكل يعني مش بشكل أفقي، الدور اللي اختاره تكريما لأبوه دوندينيو واللي كان بيلبس رقم 9 علشان يكون قدام ملعب سانتوس الفريق اللي انطلق منه للعالمية. وقال بيليه قبل ما يتوفى فترة عن وصيته: أفضل مكان بعد مغادرتي العالم ده هو اللي اخترته للراحة بسلام في المقبرة دي. المقبرة دي فيها سكينة وهدوء روحي، وإحنا بنتمنى إن روح بيليه ترقد بسلام.